السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي كالعادة، واليوم بنكمل شرح تحديات العاصفة الثلجية. طبعا لو ترجعوا لفيديو مبارح بتلاحظوا اني شرحت التحديات اللي من قبل اول تحديين، واليوم بنشرح الثالث والرابع، وخليكم مع المقطع. التحدي الثالث، قم قتل 100 من وحوش الجليد المتوحشة. وحوش الجليد المتوحشة هي الوحوش اللي يطلع منها ضوء وتكون أقوى من الوحوش العادية. التحدي مرة سهل وما في أي شيء صعب هنا، شيل أي سلاح وابدأ اقتل الوحوش اللي يطلع منها ضوء، ولما تقتل 100 راح تكون خلصت هالتحدي. التحدي الرابع، تحدي أصعب شوي، قم بتدمج أو إحداث ضرر بمجموع 10,000 على وحوش الجليد العملاقة باستخدام الرشاشات أو المسدسات فقط. التحدي متوسط وما أقدر أقول سهل، بس عشان تخلص شيل معك سكار أو M16 اللي هم الرشاشات أو اللي يعجبك من المسدسات بكل أنواعها، ودمج فيه الوحوش اللي تكون شوي متينة. وحوش الجليد الكبيرة اللي ما يطلع منها ضوء دمجهم مجموعة 10,000 وتكون خلصت هالتحدي. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسى لايك والاشتراك لأني بنشر كل تحديات الجليد كل يوم بعد ما تنزل. أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.